في قتال شوارع بيجيك واحد بمسك بهذا الشكل هيك بيجيك بمسك بهذا الشكل او بمسك كتفك بهذا الشكل بكل عدواني، كيف تتعامل معه؟ انا نزلت عده طرق سابقا، لكن بهذا الفيديو راح نعطيكم طرق اخرى. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناه، لايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا يلا. وصار شعارك ربي رضا. السلام عليكم. السلام عليكم. في قتال شوارع لو اجاني واحد هذا شكل مسكني، تمام؟ دائما هم بيجيك بعدوانية بضرب بضرب وبمسكك. طيب انا لو كان صاحبي او ما بدي اذيه بس بدي اختصر المشكلة، حاعطيه بس رسالة سريعة، رسالة الم انه هاي خلاص ابعد، تمام؟ مسك من هون، شوف ما مسك هون، سوري معلش ما في مشكلة. ايش الحركة اللي انا سويتها؟ مسك من هون واحد هوب ضربت، شوف واحد تمام، واحد هوب ضربت يعني دعمت وضربت من هون، اوكي بهذا الشكل. سوري انت وراك تمرين. واحد ضربت هون لما بدعم بهاي وبضرب بهاي جيبها وقت واحد واحد هوب سريعه، اوكي. طيب هاي لو واحد بدي اذيه لو بدي اذيه شوف مسكني بهذا الشكل، مسكت فيه. اول شيء خذ مسافه، شوف امسك ايد خذ مسافه غطي لعبت برجلي واحد اثنين رميته هون هوب نزلت ركبتي على وجهه. طيب شوف الحركه هسويها بشكل بطيء عشان تفهم الحركه. مسكني من هون سحبت، بس اسحب رجلك وانت ماسك ايده. الان المسكه بتكون قبل المفصل، سكر ايدك شد بقدر يعني الف ايدك ما راح اقدر صح؟ شد هوب شوف هاي هون. طيب من هون هاي شد 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 هوب هاي. ليش بسرعة بلف؟ لأنها مفصل، تمام؟ لأنه مفصل. لو مسكت في مثلا مدربين بيعطي بيقول لك مثلا امسك من هون، لا من هون غلط. ليش؟ امسك بدأ بلف فيها. ليش مصابك؟ ثابت ليش؟ عشان ما فيهاش مفصل دي عظمة. حلو ممتاز أحسنت. اذا لانه العظمه ما بقدر الفها، انا بمسك المفصل ما قبل المفصل بمسك بلف، فانا عشان اقدر اسيطر اكثر انا مش قادر لقوته مثلا سحبت ضربت اسفل الحزام واحد هوب شوف مع نزولي بكون دوران هوب اثنين وبرمي. طيب في حال لو حاول ما يوقع على الارض شو راح يصير؟ انكسري. ايوه المفصل راح يتهتك خلاص، يعني الاربطه اللي فيها راح تتقطع، تمام؟ فرميته هون هوب بتضرب تنزل بالركبه الى اخره، تمام؟ طبعا من قوه الضربه الاولى بتعطي انتفاضه، انتفاضه الاولى بنتفض جسمه يعني من الالم بنتفض، ففي نفس الوقت بستغرب بعطي دوران هوب وبرميه، اوكي؟ طيب الشكل الثالث نسويه عكسي. طيب مسكني شوف حامل حاجتين في مدرب يقول لك العب هذا الشكل، اوكي كويس في شيء احسن. واحد شوف من فوق بعطي النفضه الاولى واحد ايوه واحد شوف نزل جسمه بين، اوكي من هون مسكني واحد شوف شد واحد شوف بين اثنين سوي من هون واحد اثنين شوف الان بس رميه هوب رميت تمام ضغطت في ركبتي ضربت هون مسكت من هون ضغطت هيك تمام. طيب نعيدها مره ثانيه بس من اتجاه ثاني. الحركه الاولى انا ضربت واحد اثنين تمام. الان دوران شوف جبتها دائري الدوره هاي الضغطه اللي من تحت مجرد ما ضغطتها راح ينزل في الارض، اوكي؟ طيب نسويها من هون واحد هوب اثنين الرمي هناك، طيب نسويها من الجهه الثانيه عشان تبين واحد اثنين شوف طيب هوب نزل ها ضغط هون او بضغط اصابعي هون تمام اثنين اوب او هون ثبتته هون في الارض، اوكي؟ طبعا نشكركم على المتابعه، لا تنسوا الاشتراك في القناه، اللايك والاشتراك في القناه، صلى على الحبيب. السلام عليكم.